موكب جنائزي مهيب وتشيع جماهيري واسع شهدته اليوم ساحة جامع الفتح بحي السنين بصنعاء أثناء الصلاة على فقيد العلم والطب البروفيسور أمين الكمالي قبل أن يرى جثمانه ترى في مقبرة السنين. ولقد توفي الدكتور أمين الكمالي أشهر أطباء المخ والأعصاب وأحد أمهار جراحي العمود الفقري في اليمن صباح الأربعاء الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة وعن عمر ناهز 60 عاما. توفي أول أمس نتيجة جلطة دماغية أصابته في شهر 10، نقل على إثرها إلى القاهرة لتلقي العلاج، لكنه للأسف كانت الإصابة بالغة والحمد لله على قضاء قدره. يعتبر البروفيسور أمين الكمالي أحد مؤسسي جمعية جراحي المخ والأعصاب في الوطن العربي، وأمهر دكتور أطباء أو أمهر طبيب جراح للمخ والأعصاب في الجمهورية اليمنية، قامة علمية باسقة يعجز اللسان عن وصفه. رحم الله الدكتور أمين الكمالي، عاش محبا لأهله ووطنه، خدوما لهم، ربنا يجعل صدقاته في مرضاه وفي طلابه وفي علمه اللي نشره صدقة جارية له، يرحمه ويغفر له إن شاء الله رب العالمين. الدكتور سمعته كانت بالوطن العربي كله، الحمد لله رب العالمين، وفضل في كل الظروف أنه يجلس ببلده ويموت في بلده ويعيش في بلده لآخر لحظة بحياته ويخدم أهله وناسه، رحم الله. الأستاذ الدكتور أمين الكمالي الذي ترك بصمات في جميع ربوع اليمن، يتذكره الكل ويعرفه الجميع بصفاته وأخلاقه وكل ما يقدمه في خدمة المواطن وخدمة الوطن. الدكتور الكمالي مواليد منطقة شرعب بمحافظة تعز، وعرف عنه كفاحه في ظروف صعبة منذ صغره ومثابرته حتى نال مكانة مرموقة في مجال الطب، كما يعد الكمالي من أوائل الأطباء اليمنيين في تخصصه وأكثرهم إجراء للعمليات الجراحية في اليمن والوطن العربي خلال مسيرته الطبية التي قاربت 40 عاما. يحسب للدكتور أمين الكمالي بأنه لحد الآن الطبيب الأول على مستوى العالم الذي أجرى أكثر من 3000 عملية جراحية ناجحة في المخ والأعصاب والعمود الفقري. له العديد من الأبحاث والدراسات التي تدرس الآن في أغلب الأكاديميات أو في معظم الأكاديميات. مؤخرا حصل على البحث الخاص به على المرتبة الأولى من بين 5000 بحث، وطلب لمناقشة البحث هذا في سيول في عاصمة كوريا، ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة البحث في بكين، ثم بعد ذلك إلى نيودلهي، وحقق إنجازات رائعة في مجال طبعا جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وتحديدا في مجال الصرع. بهذا المصاب الجلل تنعي قناة السعيدة الفضائية وفاة الدكتور أمين الكمالي، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.